لا نزال معكم في تغطيتنا المستمرة للزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، حيث لا تزال جهود الإنقاذ متواصلة وسط تقديرات بأن المئات لا يزالون في عداد المفقودين في مناطق الزلزال. وفي موازاة ذلك تتواصل جهود لإيصال الإغاثة إلى المناطق المنكوبة المعزولة، ووفقا للصليب الأحمر الدولي فإن احتياجات المغرب من المساعدات هائلة، وأن الاستجابة قد تحتاج لسنوات. الداخلية المغربية قالت إن السلطات العامة لا تزال في حالة استنفار لتسريع عملية الإنقاذ والإخلاء للمصابين. وفي مراكش امتلأت الشوارع بالحطام وقضى العشرات ليلتهم الثانية في العراء خوفا من انهيار منازلهم المتضررة. ويعتبر هذا الزلزال الأكثر دموية في المغرب منذ الزلزال الذي دمر مدينة أجادير على الساحل الغربي للبلاد في عام 1960، ولقى حوالي 15,000 شخص حينها، أي ثلث السكان لقوا حتفهم. العاهل المغربي الملك محمد السادس كان قد أعلن بالأمس الحداد الوطني العام لمدة 3 أيام حدادا على أرواح الضحايا، كما وجه كذلك بتعزيز فرق البحث والإنقاذ لتسريع عمليات البحث والإنقاذ. وفي آخر إحصائية رسمية لضحايا الزلزال صدرت في 10 مساء بالتوقيت المحلي المغربي، بلغ عدد الوفيات التي خلفتها الهزة الأرضية 2012 حالة، وبلغ عدد الجرحى 2059 حالة، من بينهم 1404 منهم حالتهم خطيرة. في إقليم الحوز مركز الزلزال في هذا السياق بلغ عدد الوفيات 1293 حالة بهذا إقليم الحوز، وأيضا هناك 452 حالة بإقليم تارودانت، و41 حالة بإقليم ورزيزات، و15 حالة بمراكش، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة وأزيال وأجادير والدار البيضاء الكبرى واليوسفية. تتوفوا لينا العائلات ديالنا وجيراننا، راه تحت الأنقاض الآخرين، 5 هاد الاشخاص كاينين في تحت الانقاض، والناس في الجبل راه كاين 80 90 ديال، وباقي ما سميتو ما تنقدوش. الموتى راه يعني مرتفعين، الموتى يعني مرتفعين. نتمنى انهم يساعدونا خوتنا العرب ويدعيو معنا بزاف، يدعيو معنا ويساعدونا باللي لقاو، باللي يعني باللي وجدوا عندهم يساعدونا به. ما قديناش ندخلوا الدار، ما قديناش ندخلوا كاع الدار تشقوا. الراجل ما بغاش ينزل ليا، قال لك بغيت الدار، ولكن انا بالاولاد ولدي ولا سميتو خصني نعمر عليهم ونجلس معاهم، انا خفت كنخاف. الحمد لله بحالي بحال عباد الله كاع، بحال الناس كاع. ملي طرا هذا الشيء بحال اللي ما نزلت، ندوج عندي 2 طبقات وتلفت غير ديك الكاريته وصافي، وانا نتلف ونزلت مع الدرج وتنشد الشهاده اللي تنشد وانا وراجلي، غير انا وراجلي بوحدنا اللي بالدار، ولادي كاينين تحت ولدي. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، وخرجنا يا ربي تلطف بينا، ربي تلطفنا، تنزلنا الحمد لله وخرجنا. وينضم إلينا من العاصمة المغربية الرباط الصحفي رشيد المسلم. مرحبا بك رشيد، لدينا بعض النقاط الرئيسية فيما يتعلق بتوجيه ملك المغرب لفرق الإنقاذ بسرعة الأداء وبتحسينه وباستخدام الآلات الثقيلة والحديثة، لأن هذه الساعات حاسمة لإنقاذ عدد جديد من العالقين. هل من معلومات وتوجيهات محددة في هذا الصدد؟
التوجيهات الملكي عرفت طريقها الى التعبئه المضاعفه التعبئه في عمليه فرق الانقاذ مباشره بعد الاجتماع لجنه العمل بتعليمات الملكيه. قامت جميع المصالح خصوصا من مصالح الجيش او القوات المسلحه الملكيه باعاده انتشار في عديد من المناطق حسب المعلومات التي توصلت بها من خلال المسح الطبوغرافي او المسح التي قامت به المروحيات والطائرات بدون طيار، حتى ان بعض المناطق الصعبه في التضاريس خصوصا في منطقة تارودانت التي تعرف مساحة كبيرة ووعورة الوصول إلى بعض المسالك، نقول بعض المسالك ما يسمى بالدواوير القروية، رغم أن الطريق الآن أصبحت الطريق الكبرى تم تسهيل العملية المرور بإزالة الأحجار والأتربة، ولكن بعض القرى التي فيها مساكن أو مساكن بيوت من طين هناك قرى دمرت بالكامل وهي في منطقة تابعة لإقليم تارودانت، حيث أن الفرق الإنقاذ استعملت أو تستعمل جميع الآليات الممكنة سواء الجوية أو البرية وحتى الكلاب المدربة، حتى تم الاستعانة ببعض الفرق المتطورة كذلك خصوصا التابعة للجيش أو التابعة للوقاية المدنية أو القوات المساعدة والأمن، وكذلك بعض الفرق الأجنبية التي حلت لدعم الرجال أو فرق الإنقاذ. نعم. إلى الآن وهي الساعات حاسمة كما قلت بأن الآن الوصول إلى بعض المفقودين حسب تصريحات بعض الأسر وبعض المواطنين الذين يعرفون أن ما زال بعض المفقودين في بعض الدواوير أو في القرى أو في الجبال، لو ما زالوا لم يتوصلوا سواء هل هما أحياء أم أنهم في حالة صعبة. نعم، خاصة وأن هناك قرى تهدمت بالكامل على سكانها، وبالتالي هذه ساعات حاسمة في محاولة إنقاذ بعض العالقين. النقطة الثانية هي مسألة ما ورد من تصريحات دولية وعربية حول دعم المغرب بشكل كبير إنسانيا لمواجهة هذه الكارثة. إلى أي مدى انعكست هذه الاستجابات العالمية بمساعدات حقيقية على الأرض وصلت بالفعل إلى المغرب؟ انعكست بشكل إيجابي بأن هناك تضامن دولي عربي وخليجي وأوروبي وأمريكي كذلك في دعم الوصول دعم السلطات المغربية والشعب المغربي وخصوصا في هذه المنطقة. الآن في هذه الساعات ننتظر بأن هذه الآليات الدعم المادي واللوجستيكي أن تصل إلى المعنيين بالأمر، خصوصا أن الآن تم بعض الأسر أو بعض المواطنين قضوا ليلة ثانية خارج مساكنهم لا يريدون الرجوع إلى المساكنهم. بعض الأشخاص قاموا بإعداد مخيم أو خيم من أجل إيواء بعض الضحايا أو المفقودين، أو كذلك تقديم العلاجات في مستشفى ميداني أو بعث بعض الحالات المستعجلة عبر الطب العسكري بالطيران العسكري إلى المستشفيات الجامعية أو العسكرية سواء. هذا عن الدعم الداخلي، كنت أتحدث معك عن الاستجابة الدولية. هناك بعض الدول التي تحدثت عن فتح مجالها الجوي وفتح جسر جوي لمحاولة الدعم السريع، هل وصلت مساعدات من أي من الدول وما هي هذه الدول؟ هناك بعض الدول التي أرسلت مساعدات طائرات، لاحظنا بصور أن طائرات مثلا من دول بعض الخليج الإمارات العربية وقطر والمملكة العربية السعودية وكذلك تونس، التي ما لاحظناه في وصول بعض الطائرات، ولكن لم نرى عبر في الوصول إلى المنطقات المعنية، ولكن أكيد سوف تدعم المصالح الوقائية أو الفرق الإغاثة، كما أن هناك أخبار تقول وصول بعض فرق الإنقاذ التابعة للحرس المدني الإسباني بكلاب مدربة كذلك عبر ميناء طنجة، ووصلت أخبار حسب المصادر تقول أنها وصلت إلى مدينة مراكش. وأكيد أن هناك العديد من آلية الدعم خصوصا في الأغطية والملابس والمواد الاستهلاكية والمواد الأولية من أكل ومياه وغيرها من المعدات الصحية، كما أن العديد منه سواء في ألمانيا أو فرنسا، في فرنسا مثلا عديد من البلديات مارسيليا أو غيرها قد عبرت عن دعم مادي، بأن هناك شراكة بين مارسيليا وبين مدينة مراكش، هناك دعم مادي سوف يوجه للضحايا تم تحديده، كما أن في عديد من المقاطعات الفرنسية وفي هولندا كذلك وفي بلجيكا وفي ألمانيا بشكل رسمي أعلن أنها تقوم بالدعم. إذا ننتظر
هذا وصول هذه البعثات الدولية، لأن في مثل هذه الأزمة الكارثة الإنسانية التي لحقت بمنطقة الحوز وبمدينة تارودانت وشيشاوا وتارودانت هنا خصوصا في القرى النائية بنواحي تارودانت، صعوبة التضاريس، صعوبة المناخ، صعوبة الفئات التي فئات اجتماعية تعيش وضعا اجتماعيا صعبا من هذا، تحتاج من مثل هذا الدعم سواء كان دعما وطنيا من قبل الجهات الحكومية، من قبل الدولة المغربية، أو من قبل جمعيات المجتمع المدني التطوعي، أو من قبل الدول الصديقة والدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الأوروبية والعالمية، باعتبار أن هذه فيها في مثل هذه الأحداث يكون التقارب الإنساني الدولي. نعم، الصحفي رشيد المسلم من الرباط، شكرا لك رشيد على كل هذه المعلومات. ونتابع معكم أيضا ميدانيا من قرية مولاي إبراهيم في إقليم الحوز مراسل عربية عادل الزبيري. مرحبا بك عادل مجددا. إقليم الحوز تحديدا من الأقاليم التي تأثرت بشكل كبير للغاية، هل يمكن أن تضعنا في الصورة حول جهود الإنقاذ في هذه اللحظات؟ طيب، سنعود إلى عادل مرة أخرى لمتابعة الوضع في إقليم الحوز. وفقا للتقديرات تشير العديد من البيانات من المسؤولين المغربيين أن إقليم الحوز تحديدا هو الأكثر تضررا من هذا الزلزال، باعتبار أن مركز الزلزال كان في وسط البلاد في إقليم الحوز تحديدا. أخلى مسؤولون أيضا مستشفى في منطقة تحنوات بولاية مراكش من مرضاه ونقلوهم إلى خيمة كبيرة مجهزة بكل المعدات الطبية، وذلك بعد خروج المستشفى عن الخدمة بسبب تصدعات خطيرة بجدرانه وعمدته ومرافقه الناتجة عن الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق في المغرب، حيث أعاد المسعفون توزيع المرضى في العيادة الميدانية التي خصصت لاستقبال كل المتضررين، وبعض منهم تم نقلهم إلى مستشفى عسكري. وأيضا من الأقاليم التي تأثرت وبشدة إقليم شيشاوا ينضم إلينا الصحفي كريم الذهبي. مرحبا بك كريم. إقليم شيشاوا من الأقاليم التي تضررت باعتبار أنها كانت قريبة للغاية من مركز الزلزال، كيف تبدو جهود الإنقاذ والصورة لديك في الإقليم؟ مرحبا بك، مرحبا بالمشاهدين الكرام. تتواصل جهود الإنقاذ هنا بإقليم شيشاوا المحادي لإقليم الحوز والمحادي ايضا لمدينه مراكش او اقليم مراكش، جهود منذ ليله الزلزال الى هذه اللحظه. بطبيعه الحال اقليم شيشاوا يمتد على مساحه جغرافيه كبيره جدا، ينقسم لشقين، شق فيه سهل اراضي منبسطه، والشق الاكبر هو عباره عن سلسله من الجبال تنضم الى سلسله جبال الاطلس لتحادي بقيه سلسله جبال الاطلس في اقليم الحوز. عدد كبير من الضحايا هنا، كانت اخر حصيله رسميه 190 ضحيه، 190 قتيل في مختلف المناطق باقليم شيشاوا. نتواجد الان بجماعه مزوده تبعد عن مركز الاقليم تقريبا 40 كيلومتر. جماعة وزودة سجلت انهيار واحد في عمارة سكنية هي اللي تظهر. سنعود للصورة لديك، كنت تقف وكان خلفك الكثير من أثار الدمار في هذا الإقليم. هذه إذن الصورة التي تأتينا مباشرة من إقليم شيشاوا مع الزميل كريم الذهبي. كريم، تبدو أثار الدمار كبيرة، ماذا عن فرق الإنقاذ الموجودة؟ كيف تسارع الوقت كما يقولون أو تسارع الوقت كما يقولون لمحاولة البحث عن ناجين؟ هل هناك آمال ما زالت في وجود ناجين تحت الأنقاض؟ المجهودات لا زالت متواصله بطبيعه الحال للبحث عن جرحى تحت الانقاض. الاشكال المطروح هو ان المنطقه فيها صعوبه تضاريس، هي منطقه جبليه وكما قلت ممتده على مساحه شاسعه،
باستثناء هذا الانهيار اللي وقع هنا بجامعه المنصوريه واللي خلف 8 قتلى كما تتابعون، هو منزل بالكامل فوق اسره مكونه من 8 اشخاص رحمهم الله. بقيه الضحايا في الاقليم هم في الغالب من المناطق الجبليه. نحاول نقرب لكم اكثر الصوره ونقرب المشاهد الكريم من الطبيعه الجغرافيه الاقليم، لاننا نتواجد في المنطقه المنبسطه على بعد امتار قليله. ستظهر لكم صوره سلسله جبال الاطلس والسلسله الجبليه المشكله لارياف اقليم شيشاوا. طبيعة الحال الصوره اعتقد تظهر الجبال هذه المناطق، ولكن من الملاحظ كريم وانت معنا في الصوره ان هناك عدد من المره من يمرون في محيط هذه المنطقه التي تبدو منكوبه. يعني هل يمكن ان تضعنا في الصوره نجد اطفال يمرون؟ هذا انهيار معزول، هي في المنطقة المنبسطة. باقي الانهيارات كاينة في الجبال. بطبيعة الحال تم انتشال 8 جثث بدون جرحى، العائلة كاملة توفيت. قلت هل يمكن أن تعود إلى المكان الذي كنت تتحدث منه منذ دقائق لأن الصوت كان أفضل؟ نعم، قلت هذه المناطق كلها سلاسل جبلية صعب الوصول إليها، ربما أصعب من الطريق الأخرى، طريق تحنوت. أيضا سد مائي كبير ضخم يزود المنطقة بالمياه. الحصن الحظ وزارة المياه أكدت أن السد لم يصب بأذى باستثناء انقطاع التيار الكهربائي بعد الحادث، سيعود تدريجيا. قلت إذن أنت على الطريق الرئيسي الآن الذي يؤدي إلى أو هو مدخل لهذه المناطق الجبلية؟ نعم، يؤدي إلى مراكش وإلى إقليم الحوض. الجهة المقابلة يؤدي إلى مدينة أكادير وإلى إقليم تارودانت. يعني الإقليم هو يتموقع بين الأقاليم الثلاثة، بين إقليم تارودانت وإقليم مراكش وإقليم الحوض، حيث وفي هذه النقطة اللي أمامكم بالضبط وراء هذه الجبال كانت بؤرة الزلزال. طبيعة الحال مناطق كثيرة، جماعة المزودية كانوا فيها ضحايا، جماعة دويران كانوا فيها ضحايا خصوصا بالمناطق الجبلية بأدوز. طب على الجانب الآخر من الصورة، وأنت كنت تنقل منذ قليل الصورة من ناحية المناطق المنكوبة وأثار الدمار، هل تمكنت قوات الحماية المدنية من الدخول إلى هذه المناطق باعتبار أنك تقول أنها من الناحية الجغرافية مناطق جبلية صعب الدخول إليها؟ لا، وصلت السلطات المحلية أولا، لأنه هي التي تزود مصالح الإنقاذ بالأخبار المتعلقة بحجم الدمار في كل منطقة. وصلت جزء من السلطات المحلية، وصل ليلة الزلزال وصباحة يوم أمس تقريبا جميع المناطق تم تغطيتها، يعني حتى الحصيلة ربما ستكون شبه نهائية، غيكون ارتفاع طفيف في ضحايا الزلزال، لأنه المناطق هذه مناطق جبلية، البنايات فيها بنايات تقليدية، هي عبارة عن إما بنايات من طين أو بنايات إسمنتية من طبق واحد إلى طبقين، فحتى عملية الإنقاذ ستكون يعني سهلة، والوصول إلى الضحايا سواء مصابين أو قتلى سيتم بوقت قياسي. سنتابع معك الساعات القادمة لأنها حاسمة بالطبع. الزميل الصحفي كريم الذهبي، وكانت هذه صور مباشرة من إقليم شيشاوا المغربي والذي تضرر بشكل كبير باعتباره كان قريبا من ذلك الزلزال الذي وقع في مركز إقليم الحوز وبلغت درجاته أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر.
ايضا نقول الحمد لله شخص ملتاح ملتاح يا بيك كيف كتب هنا نفاد من الشيء انا من الناس انا من الناس انا من الناس ونحاول أن نكون مع حضراتكم في هذه التغطية بالصوت والصورة من أكثر الأقاليم التي تضررت في هذا الزلزال. ينضم إلينا من إقليم الحوز وتحديدا من قرية مولاي إبراهيم مراسل عربية عادل زبير. مرحبا بك عادل مجددا. هذا الإقليم وفقا للتقديرات هو الأكثر تضررا من هذا الزلزال. تابعنا معك خلال الساعات الماضية جهود الإنقاذ. كيف تبدو الصورة لديك الآن؟ وهل هناك آمال في الوصول إلى عالقين؟ نعم، نحن وصلنا هذا الصباح إلى قرية مولاي إبراهيم من جبلية وأكثر الجبلية تضررا من هذا الزلزال. يتحدث السكان هنا عن ما بين 20 إلى 30 من الضحايا الذين توفوا في هذه الكارثة، ولكن السكان ما يؤرقهم اليوم وحجم الدمار الذي لحق بمنازلهم، فأصبحوا يبيتون في العراء. نحن عمليا نقف في حي سكني تحول إلى شبه مخيم في الهواء الطلق يبيت فيه السكان خارج منازلهم. إذا كان يمكن أن تنقل لنا الصورة والكاميرا تنقل لنا محيط ما تقف فيه الآن. أيوة نعم، الآن هذا المنزل قبالة الكاميرا أصبح الآن شاهدا على حجم دمار الزلزال. تقريبا نحن في وسط حي سكني يقول سكانه إنه لم يعد صالحا للسكن. الصورة الآن تعكس حجم الدمار الذي ألحقه الزلزال بهذه المباني الإسمنتية العصرية التي تحترم شروط البناء العصري، ومع ذلك كانت قوة الزلزال التي وصفها السكان في شهاداتهم أنها كانت خاطفة، لم تترك لهم حتى فرصة للخروج، ومنهم من لا يزال حيا وفق تعبيره بفضل معجزة ربانية لأنه بقي في البيت، سقط البيت وخرج هو ناجيا. معنا أحد شهود العيان، أحد شيوخ هذه القرية. الحاج نتعرف عليك أولا. السلام عليكم. أبخر محمد من سكان مولاي إبراهيم وساكن في غريس، وهذا الشيء ساكنين في وسط هذا الكارثة. حمدنا الله وشكرنا بعد القضية ديال الكارثة. من اللي وقع الزلزال فين كنتي؟ كيفاش عشتي مع الكارثة؟ واش سبق لك شفتي في حالها؟ لا، فعمري ما عمرني صدقت بحالها. وفعلا سمعنا القضية ديال أي بلاصة توقع فيها بحال هذه الكارثة، وحنا كنت ديك الساعة غادي نعس، تشبر فيا النعاس وجات هذيك الكارثة. تحركت جوج الخطرات وهي تترتق، هذاك الشيء غير تترتق، كاع داك الشيء اللي غيتراب راه تراب. وكاينين الناس اللي باقيين مساكن، باقيين مدفونين، مازال ما طلعوش من كذا. السلطه المحليه خدامه، جزاهم الله بخير، ماشي ما خداماش، وتنقيو الناس تجبدوهم، وهذوك اللي تجبدوا راه جبدوهم الناس قبل كاع، مازال ما جاتش الناس ديالو كذا. اذا قبل ما يجيو الناس الانقاذ انتوما نقدتوا الناس الوالا. تنقدوا الناس زعما، ماشي ما تنقدوش. هذوك اللي ماتوا نيت اللي ماتوا نقدوهم، وجاو لابيلانسات وجاو الطريق محبوسه، واخا محبوسه جات من بلاصه اخرى. وجاو الناس، السلطه المحليه خدامه معانا، ماشي غنقولوا ما كايناش، كاينه الله يجزيها بخير. والدنيا راه تشقات كلها، هي شقاق موجودين وكاينين. انت ملي وقع الزلزال فين كنتي؟ هربتي؟ قدرتي ما تهربش؟ ما قدرتش، ملي جيت نخرج لقيت الباب مسدود عليا. شويه تا خرجنا والغبره ما خلاتناش، زعما الدنيا هانيه لنا والعائله ديالي، ما توقع لهم والو، ولكن كاينين الناس حدانا ما شاء الله. زعما انايا في وقت وخرجنا باقيين في الزنقه لدروك المحل. هذا الدار اللي ملصقه فيك اللي كلها ريبه، موليها عاشوا ما عاشوش؟ لا، هما كاع جاب الله ما ساكنينش فيها، هما ما ساكنين. يلا صوبوها، تصوب البهايم تيديروا فيها غير بهايم، مازال ما سكنوش فيها. البهايم اللي فيها مساكن مشاو، البهايم اللي فيها مشات.
ايوا حنا نيت مشات لنا شي حاجه حيت مشى واحد الحيط اللي مواليها مشى فيها شي حاجه ديال واحد شي دجيجات وشي حاجه غير شي حاجه. انتم كسكان مولاي ابراهيم غترجعوا لهاد الديور اللي ما قي ما رابوش ولا خصكم تريبوا كل شيء وشنو كطالبوا؟ صعيبه صعيبه نرجعوا ليها. صعيب الانسان حيت ما باقيش قدر اللي غير انا مني وجبد وتشوف بحال ديك الساعه فاش تحركت الارض ما نرجعش لبحالها تما. وانا راه كبير في السن ماشي نقول له راه غادي ل 70 عام ماشي نقول لك راه يلاه تزدت ولا يلاه كذا ما نرجعش لهذيك البلاصه. ما حنت الا ما خير نعس في الزنقه يكون الشتاء يكون اللي غادي يكون ولا باقي نرجع لكذا. والناس الله يجزيهم بخير راه تيجيو تيعاونونا وتنطلبوا الله يعاونونا في هذيك القضيه باش التقيه القضيه تصلح. القضيه تصلح اللي باش ما لقى باش يعاونونا وباش يديروا معنا في القضيه باش تصلح. راه باقي الارض تتسق القرضه كله تشقات. نعم راه تشقات. انتم هنا كتحسوا مازال بالزل الارض كتحرك ولا لا؟ مازال الزلزال كيضرب عندكم واخا خفيف ولا دابا حبس؟ لا دابا حبس ولكن كاين بعض الخطرات دابا كتحس بواحد شويه وربما تجي غير من الخلعه وربما تجي من كذا ديالها وربما تنحسوا بعض الخطرات ولكن ما عرفناش تجي غير من الخلعه حيت هذوك اللي حضروا لهذاك الشيء راه ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ولد في الله الحمد لله على سلامتك ورحم الله من توفى. عادل هل يمكن ان تلخص لنا بعض الرسائل التي جاءت في كلامه؟ تعلم ان هذه اللكنه المغربيه انت تفهمها جيدا وايضا الجمهور المغربي ولكن اذا كان يمكن ان تقول لنا بعض الرسائل القصيره للجمهور العربي حتى نفهم طبيعه ما حدث اثناء او لحظه الزلزال. نعم هذا الشيخ المغربي يطالب كما يطالب سكان هذه البلدة بالمساعدة لإعادة بناء المنازل من أساسها لأنها لم تعد صالحة للسكن. هو روى لنا تفاصيل وقوع الفاجعة لم يستطع مغادرة منزله شعر بأن الباب موصدا حاول مرة ومرتين ثم غادر. يعني هذا من الناس الذين نجوا بأعجوبة من الزلزال لم يهرب لم يفر ولكن المعجزة الربانية أبقته حيا وهو الآن شيخ سبعيني. طبعا هو يعزي جيرانه الذين توفوا هنا يتحدثون في بلدة مولاي إبراهيم على الأقل 30 من سكان هذه البلدة التي يمكن أن يصل سكانها إلى 10,000 لأنها بلدة كبيرة فيها مجموعة من القرى. أين هم الآن يا عادل؟ خلال صعود أين هم الآن؟ هذه المنطقة الناجون منهم بالطبع جرى دفنهم ومن الممكن الناجون مثل هذا الشيخ عادوا إلى حياتهم الطبيعية. الجرحى موجودون في المستشفيات في مدينة مراكش في المستشفيات المدنية أو العسكرية تلقون العلاجات في انتظار أن تسمح لهم الأطقم الطبية بالمغادرة. كيف عادوا إلى حياتهم الطبيعية؟ لتسأل هذا الشيخ أين يسكن الآن؟ هل تضرر منزله أم هو بحالة صالحة للسكن بداخله؟ وماذا عن المنازل التي تضررت وتهدمت بالفعل؟ نعم أنا سألته بطبيعة الحال خلال لقائي معه هذا السؤال. هو قال لأن السكن أن منزله آيل السقوط لا يصلح للسكن. هم قرروا في هذا الحي أن يشتغلوا مع بعض بإمكانياتهم بمساعدة السلطات المغربية التي تحضر حاليا خطة إنقاذ لهذه البلدات والقرى من أجل إعادة بناء المساكن من جديد لأنها تضررت بشكل كبير. هو منزله هذا هو المنزل نحول الكاميرا هذا هو المنزل المصبوغ بالأصفر هذا هو المنزل ولكن آيل السقوط. هو مبني بطريقة عصرية جزء اسمنتي مسلح في الأسفل وما يسميها المغاربة بالطوبية وهي نوع من الحجارة العصرية التي تركب في المصانع لبناء المنازل. نلاحظ أيضا استخدام الإسمنت المسلح ولكن مع ذلك المنزل آيل السقوط متصدع بحسب مالكه. هو أسرته يعيشون بالداخل أليست لديه مخاوف من أن تكون هناك تداعيات يمكن أن تحدث للمنزل؟
نحول الكاميرا إلى هذا الاتجاه مثلا هذا المنزل. لا رشا، الشيخ لا يسكن الآن في المنزل، هم يسكنون في العراء، لديهم مخيمات يقضون فيها ليلهم بشكل جماعي ونهارهم. نحن فعلا واقفون في هذا المخيم، نلاحظ الشباب موجودون. البيت المواجه هو عبارة عن مخزن يضعون فيه المواد التموينية التي تصلهم من الجمعيات غير الحكومية. سنوجه الكاميرا إذا كنت أرى بشكل جيد هذا المبنى باللون الأصفر به تشققات كبيرة. نعم نعم، هذا المنزل أصبح غير صالح للسكن، وهو الآن في أي لحظة يمكن أن ينهار. تظهر عليه آثار الضربة الزلزالية، رغم أنه مبني بالإسمنت المسلح، ولكن قوة الضربة كما يتحدث السكان ويروون هنا في بلدة مولاي إبراهيم جعلت المباني تتهاوى. لا فرق بين المباني القديمة المبنية بالحجارة والتراب والخشب والقصب وبين المنازل العصرية المبنية. طيب على نحن نحاول فقط أن نفهم منك عادل، لأن هذه الصورة قد تثير عدد من الأسئلة. الناس يقفون أمام هذه المباني وخاصة هذا المبنى الأصفر، وهم يقفون بشكل طبيعي رغم أن أثار الدمار والشروخات والانشقاقات تبدو واضحة. على الجانب الآخر من الصورة هناك بعض الخيم يمينا، إذا كانت يمكن أن تتحرك الكاميرا يمينا، بعض الخيم موجودة بجانب هذه المنازل. هذا الوضع قد يثير بعض المخاوف. الآن السكان في هذه البلدات الجبلية يرفضون مغادرة منازلهم، وهذه قناعة مشتركة عند كل بلدات وقرى إقليم الحوز. يعتبرون أن هذه المناطق هم كبروا فيها وسيظلون فيها ولن يغادروها. تجمعهم في هذا المبنى الأصفر الذي شاهدناه قبل قليل هو للحصول على بعض المؤونة والمساعدات التموينية والغذائية، كأنه مركز عمليات إنساني وإغاثة. هنالك طبعا من استفاد، وهنالك من ينتظر أن يستفيد من هذه المساعدات البسيطة. الآن السكان يقولون إن منازلهم لم تعد قادرة على تحملهم. طبعا الناس لا تزال تعيش تحت تأثير الصدمة، ومنهم من يعتبر أن بقائه في الحياة هو معجزة ربانية. الناس هنا بسطاء، متواضعون، قنوعون، صبورون، لذلك هذا الصبر هو الذي أبقاهم في هذه المناطق البسيطة بدون إمكانيات، ومع ذلك هم يستفيدون. هل حجم التضرر في هذه المنطقة التي تقف فيها الآن عادل يبدو تضررا متوسطا، يعني ليس انهيارا كاملا للمباني في هذه المنطقة، وبالتالي سمح الأمر لعدد من السكان باستمرار التواجد؟ لأننا أيضا لا نجد في الصورة جهود من فرق الإنقاذ. فرق الإنقاذ تشتغل في هذه المناطق الجبلية المتباعدة لإغاثة من لا يزالون تحت الأنقاض. السكان يقولون إن هذه المناطق لم تعد تعرف وجود، كان لم يعد فيها عالقون تحت الأنقاض، فلذلك فرق الإنقاذ توقفت بحسب السكان عن الاشتغال في هذه الأحياء السكنية، لأن كل الذين نكبوا وسقطوا تحت الأنقاض جرى إخراجهم، ما دفعهم إلى التوقف عن العمل والذهاب إلى مناطق أخرى ربما تحتاج دعما لوجستيا وبشريا للاستمرار في إخراج العالقين في الأنقاض. لذلك الآن نرى هذه الأطلال التي شاهدة على هول وفظاعة الزلزال الذي ضرب هذه المناطق الجبلية في إقليم الحوز المغربي. من الأشياء التي قد تبدو مفارقة استمرار الناس في تشبتهم بهذه الأرض رغم الكارثة. هم يذهبون إلى بيوتهم ويعودون لتمسكهم، وهذه ثقافة يربونها جيل بعد جيل، التمسك بالأرض وأرض الأجداد. نعم. هذه الصورة واضحة لديك من خلال هذه الصور الحصرية والمباشرة للعربية مع الزميل عادل الزبيري مراسل عربية من إقليم الحوز وتحديدا من قرية مولاي إبراهيم، وهي من المناطق التي تضررت في إطار إقليم الحوز الأكثر تضررا من هذا الزلزال. زميلي عادل، شكرا لك على هذه الصور الخاصة وعلى هذا الرصد أيضا.
انا مشيت درت اطلاله على الدار، لقيت شقوق في الجدران، ما يمكنليش نمشي للدار. السلطه تعاونني وتسير لي فهمتي، وتصيفط لي خبره للدار يعينوا لي الدار واش ممكن نعاود نرجع للدار ولا لا. الا كانت كتشكل خطوره ما رجعش للدار. انا والدراري ولادي مفزوعين، ما حبش نخليهم ونمشي للعمل ديالي، بقيت معاهم والحمد لله. غير واحد المساله بغيت نشير لها بالضبط، هو بالنسبه للمؤونه الاحوان سادتين، حنا صابرين للجوع وصابرين للعطش، ونطلبوا من الله ييسر الامور وتدوز الامور على خير ان شاء الله. والله معناتها لو تروح المدينه العتيقه وتشوف المنازل اللي غايبه وتشوف الناس النحر، ناس مؤلمه كثير، والله مؤلم يا اخي. لو كان عندك اخك ولا اختك والله مؤلم. أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية أبلغت المغرب بأن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم دعم كبير في مجالات البحث والإنقاذ والمساعدة الطبية. اجتمع أعضاء الوكالة الألمانية للإغاثة الفنية للتحضير لمهمة دعم محتملة في المغرب بعد أن تعرضت البلاد لأعنف زلزال منذ أكثر من 6 عقود. وفي السياق أعلنت نائبة رئيس منظمة الإغاثة لوكالة رويترز أنه بمجرد تلقي المنظمة الألمانية طلب الإغاثة للمساعدة فإنها ستكون مستعدة لإرسال 48 شخصا إلى المغرب للبحث والعمل مباشرة في المناطق المنكوبة. في حال تقديم طلب دولي للمساعدة وفي حال تم قبول العرض الألماني ومن ثم تم إعلامنا بالمجريات من قبل القوات المحلية، عندها ستكون مهمتنا البحث والعمل في إحدى المناطق المنكوبة. هذا ويوصل الفريق الطبي الصيني في المغرب أداء مهامه في أحد المراكز الطبية الموجودة في منطقة بن جرير، حيث يخاطر الطاقم الطبي بالتعرض لهزات ارتدادية لاستكمال عمله في غرفة العمليات وإجراء عمليات جراحية قصرية وحماية الأطفال حديثي الولادة. العاملون الطبيون الصينيون أعربوا عن التزامهم بمناصبهم والوفاء بواجباتهم وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم الخدمات الطبية للسكان المحليين. كانت الهزة قوية للغاية، لحسن الحظ لم تقع إصابات بين فريقنا الطبي. طاقمنا الطبي يخاطر بالتعرض لهزات ارتدادية لاستكمال العمل في غرفة العمليات. بعد الزلزال كان هناك نقص كبير في المعدات والإمدادات الطبية في المستشفى، لكننا تغلبنا على هذه الصعوبات وبذلنا قصارى جهدنا للوفاء بجميع مسؤولياتنا. وانضم إلينا من عمان السيد غسان سويدان رئيس مركز رصد الزلزال الأردني. مرحبا بك سيد غسان في هذه التغطية على شاشة العربية. سيد غسان، ما زالت هناك مخاوف من تبعات أو هزات ارتدادية لهذا الزلزال، هل هذه المخاوف بالطبع يمكن أن تكون حقيقية وطبيعية أم أننا يمكن أن نكون قد تجاوزنا هذه الساعات؟ شكرا لكم للاستضافة. طبعا لا زالت المخاوف قائمة في حال حدوث زلازل ارتدادية، ولا زالت الفرصة قائمة. علميا الزلزال يحتاج إلى وقت كبير، وقت طويل لإعادة استقراره، ونحن نتكلم عن زلزال قوة 7 وهو زلزال كبير جدا، ردة الفعل قوية جدا، وطبعا يحتاج إلى مرور وقت طويل لإعادة استقرار الأرض بشكلها الطبيعي. فلا زالت الفرصة قائمة لبعض الزلازل الارتدادية. نعم، هذا يتطلب ماذا من الناحية الفنية؟ لأننا نشاهد على الشاشة أن بعض الأماكن تبدو قد استقرت من ناحية التصدعات أو الهدم والسكان متمسكون بالتواجد فيها، هل هناك مخاطر في هذا الأمر؟ وماذا أيضا عن الفرق الخاصة بالحماية المدنية التي تعمل في إطار هذه المنطقة الجبلية الخطرة؟ نعم صحيح، طالما نشاهد دمار في مناطق واسعة جدا، أي أن معظم الأبنية قد تصدعت وأن هذه الأبنية بحاجة إلى فحص فني، أي قبل رجوع السكان إلى هذه المساكن يجب عليهم التأكد بشكل علمي وصحيح ودقيق بأنها آمنة لإعادة الرجوع إليها.
طبعا هذا الموضوع الهزات الارتدادية بالنسبة لتأثيره على العمال بشكل مباشر هو لن يؤثر عليهم، ولكن قد يعيق عملهم لا سمح الله في حال حدوث هزة أرضية ارتدادية يعني من قوة 5 وأكثر، لأنها قد تكون سبب في انهيار ما تبقى من مباني قائمة. فنرجو الله لهم السلامة على كل حال. طيب، من الناحية الفنية والعلمية، متى يمكن القول أن هذا الزلزال انتهى الأمر ولن تكون له هزات ارتدادية إضافية؟ هل هناك سقف زمني بعد وقوع الزلزال، أم أن هذا الأمر من الناحية العلمية صعب التنبؤ به؟ نعم ستي، حقيقة أن كل زلزال يختلف عن الآخر، كل زلزال له خصائصه الجيولوجية المختلفة عن أي زلزال آخر. لا يمكن لنا كعلماء زلازل أن نقول متى سوف تعود الأرض إلى استقرارها الطبيعي، هل سيكون هناك زلازل ارتدادية أو لا. ولكن يعني لاحظنا حتى على مستوى الفرق بين زلزال تركيا وزلزال المغرب، أن الحمد لله رب العالمين زلزال المغرب لم يتم تسجيل زلازل ارتدادية أكثر من 1.4 أو 1.8، بينما في تركيا تم تسجيل تقريبا 20 إلى 30 زلزال قوة 5 خلال أول 2 إلى 3 أيام. يعني كانت زلازل كبيرة جدا، يعني هي بحد ذاتها مستقلة عن الزلزال الرئيسي، هي زلازل كبيرة. ولغاية الآن ما نشاهده في المغرب إن شاء الله أن يكون الوضع مطمئن وأفضل مما نتوقع، ولا يكون أي هناك هزات ارتدادية قد تعيق عمليات الإنقاذ. دكتور، من الناحية العملية سيد غسان، هل هناك بالفعل تأثير لفكرة المباني المقاومة للزلازل؟ لأن البعض يقول أن مشكلة زلزال المغرب تحديدا في إقليم الحوز هو أن هذه المباني كانت مباني طينية قديمة تعود إلى عصور بعيدة، ولكن بعض الأماكن الأخرى أيضا كانت قد شهدت مباني حديثة قيل أنها كانت مقاومة للزلازل ومع ذلك تأثرت وبشدة. نعم صحيح، المباني المقاومة للزلازل هذا شيء جيد جدا ويعمل عليه في كثير من الدول المتطورة الدول الغنية، حيث لا يتم البناء إلا على أسس علمية هندسية مقاومة للزلازل. ولكن يختلف أيضا شيء آخر، يعني كما تفضلت أنه طبيعة المنطقة الجيولوجية، طبيعة المنطقة التي تم البناء عليها وقرب هذه المناطق من هذا من الزلزال هو من أحدث هذا الدمار الكبير. وأيضا خصائص الزلزال اللي شاهدنا في المغرب هو زلزال عظيم جدا، زلزال يعتبر سطحي، لأنه مثلا المرصد المغربي يقول أن عمق بؤرة الزلزال 8 كيلومتر، وهناك الأمريكيين يقول عمق الزلزال 18 كيلومتر. على الحالتين، على كلا الحالتين هو زلزال سطحي، فهو يعني مؤثر، هو زلزال كبير، هو زلزال ليس بالسهل، وقد لا يحتمل حتى بعض المنشآت الهندسية الحديثة قد لا تحتمل الزلزال هذا. نعم، الأمر يتوقف على قوة الزلزال أحيانا. السيد غسان سويدان رئيس مركز رصد الزلزال الأردني من عمان، تحياتي. اختتمت اليوم في الهند قمة الـ20 بتسليم رئاسة القمة المقبلة إلى البرازيل، حيث تبنت مجموعة الـ20 إعلانا توافقيا رحب رسميا بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى التكتل، ودعا جميع الدول إلى الامتناع عن التهديد بالسلاح النووي أو استخدام القوة، ويأتي التفوق أو التوافق الذي أعلنه رئيس الوزراء الهندي لتتويج جهود تبذلها الهند منذ أشهر لتجاوز الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء حول حرب أوكرانيا وهيكلة ديون الدول النامية. أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وأكد ولي العهد السعودي في كلمة له خلال قمة الـ20 في نيودلهي أن الممر الاقتصادي سيساهم في تعزيز التجارة العالمية عبر ربط الموانئ وتطوير البنى التحتية التي تشمل سككا حديدية، كما سيوفر فرص عمل نوعية ويحقق مكاسب طويلة الأمد لدول الممر. وأشار ولي العهد السعودي أيضا إلى أن المشروع الضخم يتضمن مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين ويعزز أمن الطاقة العالمي، كما سيتضمن مد كابلات لنقل البيانات بين الدول المستفيدة. يسعدنا اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة.
بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. سيسهم هذا المشروع تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سكك حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب للتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة وحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية. كما تدعم هذه المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات العبور لجميع الأطراف. الحضور الكرام، أن تحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها وفق الإطار الزمني الذي سيتم الاتفاق عليه. وبعد إعلان توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، جرت مصافحة ثلاثية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الهند ناندرا مودي، وثمن بايدن دور ولي العهد في مشروع الممر الاقتصادي. ومن المركز الإعلامي لانعقاد قمة العشرين بنيودلهي تنضم إلينا الزميلة ريم أبو جمرة موفدة العربية. مرحبا بك ريم. على مدى اليومين كانت هناك نقاشات كثيرة في أروقة هذه القمة قمت وزملاء العربية برصدها، ولكن ماذا عن الجانب الاقتصادي ريم، خاصة فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية في الدول النامية مع وعود من مجموعة العشرين بدعم هذه الدول؟ هو أساسا هذه القمة هي قمة اقتصادية بالأساس كما تعلمين، قمة مجموعة العشرين هي تتطرق وتطرح على طاولة النقاشات مجموعة من الملفات الاقتصادية، ولكن هذه الملفات تكون لها كذلك صلات بملفات سياسية طرحت كذلك في هذه القمة، أبرزها هو العملية العسكرية في أوكرانيا. حتى وإن كان إعلان نيودلهي الأخير الذي تلاه رئيس الوزراء الهندي اعتبر لم يتطرق بطريقة صريحة، هو اعتبر بأنه على الدول أن تلتزم بالمواثيق والمواثيق الدولية والأممية، في حين أن البعض انتظر أن يتضمن إعلان نيودلهي تنديدا صريحا بحرب روسيا في أوكرانيا. في كل الحالات نحن كما تتابعون موجودون في هذه القاعة، هي قاعة الإعلام الدولي، وحتى إن كانت اختتمت أعمال القمة اليوم في يومها الثاني، نتحدث أن هذه القمة بدأت بالأمس كذلك تم الإعلان على إعلان نيودلهي، واليوم كذلك اختتمت هذه القمة بجلسة ثالثة وهي مستقبل واحد. في الواقع هناك ثلاث جلسات جعلت منها الهند عنوانها الرئيسي بالنسبة لهذه القمة قمة العشرين، وهي أرض واحدة مستقبل واحد، وكذلك هناك مجموعة من المواضيع التي تطرقت لها هذه القمة. من أبرز هذه المواضيع كل ما هو مشاكل اقتصادية وضعت على الطاولة، وربما يمكن الحديث على مذكرة التفاهم التي جاء إعلانها بالأمس في تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي تحدث عن مشروع متكامل. هذا المشروع سيربط بين الهند الشرق الأوسط وأوروبا. هذا المشروع سيتضمن أولا ربطا بسكك حديدية، وكذلك ومهمة كذلك هذه النقطة هو ربط الموانئ البحرية. هذا المشروع هنا حتى لما تنقلنا في أروقة قاعة الإعلام الدولية قال لنا مراقبون وصحفيون من دول مختلفة بأن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية للتجارة العالمية، ولكن الكل كذلك ينتظر في طريقة التنفيذ، طريقة الإجراء وطريقة التنفيذ. هكذا مشروع ضخم يقال بأنه سيحقق أولا ازدهارا تجاريا بالنسبة لهذه الدول، وحتى الدول المعنية بالموانئ التجارية سيفتح كذلك يد عاملة طويلة الأمد، سيساهم في بناء البنية التحتية في مختلف هذه الدول المشتركة في هكذا مشروع ضخم. نتحدث عن دول الشرق الأوسط، نتحدث كذلك سنذهب من هذه الجهة ربما نتحدث كذلك عن دول أوروبا ونتحدث عن الهند. هذا فيما يخص الجانب الاقتصادي، ربما هي أبرز نقطة طرحت في الجانب الاقتصادي، ولكن في الجانب السياسي النقطة الملفتة هو ما تضمنه الإعلان. الإعلان تضمن
مطالبة لمختلف الدول بأن تكون هناك، خلينا نجول شوية، بأن تكون هناك، بأن تلتزم الدول بالمواثيق كما ذكرت منذ قليل الأممية والدولية. وهنا قرأ البعض بأنه هذا المطلب هو أتى بالتحديد للجانب الروسي. روسيا كانت استبقت هذه القمة بتلويحها وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي كان لوح بأنه إن سيكون هناك تنديد صريح بالعملية العسكرية في أوكرانيا فإن روسيا ستعطل مرور هذا الإعلان، وبالتالي إن عطلته روسيا سيكون سيعتبر هذا الإعلان إعلان جزئي أو غير ملزم. وبالتالي وكأن روسيا يقول هنا مراقبون وضعت دول مجموعة العشرين أمام الأمر الواقع، فلم يصدر هكذا تنديد في الإعلان، وصدر فقط مطالبة لمختلف الدول بالالتزام بالمواثيق الدولية والأممية. الزميلة ريم أبو جمرة، مفادة العربية من نيودلهي، شكرا لك على كل هذه المعلومات. مجموعة العشرين جي 20 منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي يضم 19 دولة عضو إضافة للاتحاد الأوروبي. التأسيس كان عام 1999 بعد الأزمة المالية الآسيوية وعلى مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. في عام 2008 وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية تمت الترقية لرؤساء الدول والحكومات. كيف تعمل؟ ليست منظمة دولية دون هياكل إدارية، لا أمانة دائمة، لا تمثيل دائم، الرئاسة بالتناوب السنوي، إلزامية قراراتها ليست ملزمة قانونا، لا قرارات بتأثير قانوني مباشر، التزامات طوعية. في عام 2020 استضافت السعودية قمة مجموعة العشرين وسط ظروف صحية واقتصادية صعبة مع أزمة جائحة كورونا، ورغم ذلك تمكنت السعودية من طرح العديد من المبادرات. نتابع. الزمان عام 2020 والمكان العالم الافتراضي والحضور قادة دول عظمى. أما عن الظروف فكانت عاماً استثنائياً، تحديات اقتصادية عالمية جميعها تحت وطأة تحدي صحي جديد، جائحة كورونا. رغم ذلك وقفت المملكة العربية السعودية وقفة استثنائية بإعلانها استضافتها قمة مجموعة دول العشرين افتراضياً، قمة رغم أن قادتها لم يجتمعوا تحت سقف واحد، إلا أن السعودية خرجت منها بمبادرات ونجاحات تتعلق بدعم نمو الاقتصاد العالمي وانتعاشه، منها مبادرات اقتصادية مثل مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، وأخرى مبادرات صحية مثل مبادرة التأهب والاستجابة للأوبئة ودعم النظام الصحي العالمي، وكذلك مبادرات إنسانية تتعلق بمعالجة أزمات الطاقة والغذاء وسلال الإمداد. حتى التقنية كان لها حضور بارز بمبادرة التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية. ومع ما حملته جائحة كورونا من ثقل على الاقتصاد العالمي، طرحت مبادرة تيسير التجارة الدولية وزيادة تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. أبرز ما نتج عنها تخصيص 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا، وتعليق ديون 73 دولة بقيمة 14 مليار دولار. بهذه القمة الاستثنائية كتبت السعودية سطراً جديداً ضمن قائمة إنجازاتها، رسخت معها دورها المهمة في ضبط إيقاع الاقتصاد العالمي وتدعيم نفوذها المؤثر في صنع السياسات العالمية. روان حمزة، العربية. في السودان قتل 23 شخصاً وأصيب آخرون جراء قصف جوي استهدف منطقة مايو جنوب الخرطوم وفقاً لما أعلنته غرفة الطوارئ. وأفادت المعلومات بأن طائرات مسيرة تابعة للجيش قصفت عدة مواقع للدعم السريع في محيط المدينة الرياضية جنوب الخرطوم ومحيط مقر سلاح المدرعات ومناطق سوبا بشرق النيل. وفي مدينة أم درمان أفاد مراسل حدث باستمرار القصف والاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في أحياء أم درمان القديمة، فيما أكد شهود عيان للعربية والحدث تعرض أحياء الجرافة ومحيطها من مناطق شمال أم درمان لقصف مدفعي موجه من مناطق وجود الدعم السريع بمدينة بحري على الضفة الشرقية لنهر النيل.
وبالأمس أعلن الجيش السوداني مقتل 30 من قوات الدعم السريع في اشتباكات بين الجانبين في مدينة الفشر بولاية شمال دارفور. وقال الجيش في بيان إن قواته في الفشر اشتبكت مع قوات الدعم السريع وتمكنت من دحرها وتكبيدها خسائر بلغ 30 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى. أضاف البيان أن قوات الدعم حاولت مجددا الهجوم على سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة العسكرية في الخرطوم أيضا. أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد انتهاء عملية ملء سد النهضة، وأشار أحمد على حسابه بمنصة إكس عن الانتهاء من الملء الرابع والنهائي لسد النهضة، موضحا أن عملية الملء تمت بالرغم من التحديات الداخلية والضغوط الخارجية. كما تعهد أبي أحمد باستمرار دعم مشروع السد إلى النهاية على حد وصفه. وأيضا هناك مجموعة نتابع فيها هذه الصور الخاصة بانتهاء الملء الرابع للسد وفقا لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. ونعود لمتابعة جملة من الأخبار. نتعرف بداية على أكثر من أو تفاصيل أكثر عن الزلزال الذي وقع في المغرب مع زميلة حنين الشولي. إذن ما هي طبيعة الزلزال الذي ضرب المغرب ونوعيته والمدة التي استغرقها؟ دعونا نتعرف على طبيعة هذا الزلزال في هذا العرض. في قراءة تقنية أولية، الزلزال وقع على عمق 18 كيلومترا و500 متر عمق ضحل، قياسا بالزلازل التي تضرب في عمق مئات الكيلومترات والتي يشعر بها سكان شمال أفريقيا والمغرب عادة. كما أنه ضرب في اليابسة وفي المناطق الجبلية جنوب مدينة مراكش المغربية وليس في عمق البحر، وهو ما يزيد من حدة أضراره. الزلزال الرئيسي تتراوح قوته حسب المناطق، لكنها تراوحت في حدود 7.2 درجة و 6.8 درجات على مقياس ريختر. مركزه كان إقليم الحوز. أما سببه فهو صدوع الأطلسي واتجاهاتها من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي من القارة الأفريقية، وهي صدوع نشطة تنتج نشاطا زلزاليا متنوعا حتى وإن كانت أقل حدة من صدوع تركيا أو اليونان أو اليابان. وهنا نتحدث عن الصفائح التكتونية تحت قشرة سطح الأرض. هذا ويعد الزلزال الذي ضرب المغرب من الزلازل القارية والتي تحدث بعيدا عن حدود الصفائح التكتونية. وبحسب المركز الإيرومتوسطي هناك عشرات الهزات الارتدادية التي نجمت في الساعات الأولى عن الزلزال الرئيسي، غير أن عنفها كانت بقوة 5.3 درجات، حدثت بعد 19 دقيقة من الزلزال الرئيسي. في كارثة كهذه تحدد البنية التحتية مدى صمود المباني وتقليل الأضرار. معظم مباني المناطق المتضررة مبنية من الطوب اللبن والطوب غير المسلح المبني من الطين، وذلك بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. المشاهد لا تزال أولية مشاهدينا، لكن يمكن فهم حجم الكارثة من تصريح منظمة الصحة العالمية. 300 ألف شخص تضرر جراء الزلزال. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب عن إقامة صلاة الغائب ترحما على أرواح قتلى الزلزال في مدينة مراكش. وأضافت وزارة الأوقاف في بيان لها بأن صلاة الغائب ستقام في جميع مساجد البلاد بعد صلاة الظهر. كما أعلنت المغرب الحداد على أرواح قتلى الزلزال لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في المؤسسات الحكومية. أظهرت مقاطع فيديو عمل فرق الإنقاذ لانتشال جثتين لعريسين كان يمران قرب المنطقة التي طالها الزلزال فسقط عليهما الجدار في منطقة فتوح بالمدينة العتيقة في مراكش. ويترقب الأهالي عملية انتشال العروسين بعد تحديد مكانهما عبر جي بي اس. Thank you.
والعربية مستمرة مع حضراتكم في تغطية زلزال المغرب الذي راح ضحيته حتى اللحظة 2000 أو أكثر من 2000 قتيل. التغطية مستمرة عبر شبكة مراسلي العربية على الأرض. وننتقل للزميل أحمد الهادي في الرياض لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.